في 16 من نوفمبر عام 1998 طلب أريال شارون وزير الأمن آنذاك من الإسرائيليين الاستيلاء على قمم تلال الضفة الغربية بهدف إفشال محادثات السلام ومنع انسحاب إسرائيل من الضفة. استجابة لدعوة شارون وبدعم منه، تمركزت جماعات من الشباب اليهود على رؤوس تلال الضفة، ومن هنا جاء اسم تنظيمهم فتية التلال، وهم من المراهقين والشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 26 عاماً، خرجوا من المدارس يستوطنون بشكل غير قانوني جبالاً وأراضي فلسطينية بمنطقة الأغوار وجنوبي الضفة الغربية، بحسب الكاتب الإسرائيلي إلحنان ميلر لوكالة فرانس بريس. يعيش فتية التلال في ظروف مليئة بالتحديات، ويسكنون في خيام على أراض تابعة لملكيات فلسطينية خاصة، ويؤمنون بضرورة طرد الفلسطينيين وإقامة دولة يهودية على أرض إسرائيل الكبرى.